الواجب المهني، هذه تدخل في الواجب تاع الضمير نتاعنا. نعم. نتوما الشهداء الله يرحمهم خلاو هذه البلاد امانه، حنا رانا نتحملوها، وانتوما راكم درتوا مشوار طويل معنا وما زلتوا واقفين معنا. الحمد لله. وانتوما الحاج راكم شهداء احياء. كاش واحد قدم الدم، واحد قدم عينيه، واحد قدم يديه، واحد قدم رجليه، واحد قدم ولاده، واحد قدم زوجته، واحد قدم عمومه وخوته، يعني ثمن دفعناه كبير. احنا هاد الزياره نديروها يعني مش غير واجب، لازم احنا نجوا عندكم، مش نتوما تجوا عندنا. احنا جينا اليوم اولا باش على الاقل تحس بلي ما راكش وحدك. احنا حتى وكان ما نجوكش كل يوم راك دائما في الافئده تاعنا وفي القلب تاعنا. صح. نقضوا حوائجكم، نقضوا مصالحكم. هاو اليوم رانا جبنا لك الملف نتاعك، ما نخليكش تجي عندي المديريه. شكرا. جبنا لك التكريم نتاعك، وتحتاج اي حاجه قلنا لكم، عندكم التليفون تكلموا رانا عندكم. شكرا. رانا نديروا بهذه الزياره تلفقه ثاني لرئيس الجمعيه تاع كبار معطوبين، كما قال الرئيس السيد الوالي وين ما رانا نروحوا راه معنا، غير نكلموه راه معنا في الزياره. رانا دخلناها في الزياره تاع الايام الاعياد الوطنيه. رانا كذلك على مستوى العائلات نتاع ارامل الشهداء، تاع ابناء الشهداء كذلك، رانا نحاولوا نحلوا لهم مشاكلهم. يعني نتوما تبقوا فوق رؤوسنا تاج ويشرفنا، وتاج فوق رؤوسنا نتوما تاج، وراكم دايريننا كي حنا رانا ملوك في هذا الوطن. جزاكم الله خير. الله يحفظكم لينا ان شاء الله.